بلو كلين فاكيوم كلينر 4400، مكنسة كهربائية لشفط الأتربة السوائل. عندنا قاعدة على 4 عجلات زي ما حضراتكم شايفين، معانا خزان بسعة 77 لتر مصنوع من الستانلس ستيل المقاوم للصدى. عندنا سهولة في التفرير من خلال إمالة البرميل إلى الخلف. كمان الجهاز بتاعنا صناعة إيطالي 100%. الجهاز بتاعنا 3300 واط، وزن المكنسة بتاعتنا 27 كيلو جرام. عندنا 3 مراحل في الماتور زي ما حضراتكم شايفين. من ضمن الملحقات اللي بتيجي مع المكنسة، خلونا نفتح ونشوف. دي الملحقات اللي بتيجي مع المكنسة. عندنا سهولة في التفرير زي ما حضراتكم شايفين.